مش عايز اعرف الزعل، انت زعلت النهارده ان الجمهور المصري شتم؟ مش انا وحسام المصري، لان هم عارفين عملنا ايه عشان الجمهور المصري وعملنا ايه عشان بورسعيد. مش انا وحسام اللي نعمل فيه اللي تشتم بامنا، العيب بقول لهم عيب. احنا كنا بالملعب لما كانش فيه فلوس في النادي المصري كنا بنعمل ملعب بايدينا انا وحسام، فبقول لهم عيب. وافتكوا ورجعوا لورا مين اللي وقف الفرقه المصري على رجليها؟ ربنا، ثم الحاج سيد، ثم حسام وابراهيم اللي عملوا مجموعه وعملوا شكل للنادي المصري. فبقول للجمهور المصري انا متشكرين على الشتيمه اللي شتمناها انا وحسام بس. الف مبروك.